هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل سلطه زبادي يوناني. عندنا 2 كوب من الزبادي اليوناني. احنا عندنا زبادي تاني يا نور، لو في زودي. كوبايه بقدونس مفروم وراس توم مفرومه، زيت زيتون، معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الشطه، وملح وفلفل اسود. هنعمل الزبادي وهنعمله زي تقليه خفيفه كده بزيت الزيتون. فانا هجيب طاسه صغيره، هحط هنا حبه حلوين كده من زيت الزيتون، رشه صغيره من الشطه، البابريكا، هحط كمان الثوم، احنا مش عايزين حاجة تتقل، احنا عايزينهم بس يسخنوا مع بعض كأننا بننكه زيت الزيتون. هقلب كله خالص، اي حاجة اللي جاي ده مش 2 كوب عيار يا نور، 2 كوب علبة، لا نو. بصوا بقى زيت الزيتون لونه احمر ازاي، ده بالظبط المنظر اللي احنا شايفينه. نعلي النار ونسخن زيت الزيتون والحاجات القمر دي معاه، وتعالوا نبدأ نجهز ما الطبق الابيض اللي انتي بتقولي عليه ده عايز قد الكميات دي 3 مرات. يعني مش يعني بص انتي، طيب يعني انتي بصي كده وقدري. هقلب وهاخد الزبادي هنا، احنا حمصنا، هاخد الزبادي هنا ونص الطبق، وتعالوا عايزين نعمل حاجة، عايزين ناخد العيش ده نرصصه حوالين الزبادي. العيش ده محمص على فكرة، مش طري، هو مش اخد لون بس هو محمص. يلا بينا، زي الفل كده نشيل كل الحاجات الفاضية. وزي ما قلنا احنا مش مش بنعمل تقليه، احنا بس بنسخن الزيت الزيتون بندفيه مع الحاجه. هو قرب عندنا شويه زبادي هنا نزودهم، يلا وبس. الزيت سخن، ريحته تحفه مع البابريكا والثوم وكل حاجه. عايزه احط عليه الخضره اول ما يجي من النار، وهقلب
البقدونس وسط زيت الزيتون اللي بقى منكه دلوقتي بالثوم والبابريكا وشويه شطه. وهعمل ايه بعد كده؟ هعمل كده، هاخد الخلطه الفظيعه اللي احنا عاملينها دي ونوزعها. شايفين الزيت بقى لونه عامل ازاي؟ ده بالظبط اللي احنا عايزينه. فقلت لكم هي مش سلطه زبادي عاديه، سلطه زبادي مش عاديه خالص. طبعا اللي هتعملوه ان بالعيش ده كده تاخده بقى بيبقى شارب من زيت الزيتون وطعمه ونكهه الثوم اللي فيه، وطبعا عليه الزبادي بالخلطه اللي عليه بيبقى فظيع يا جماعه. طبق مقبلات منتهى الروعه والجمال.